متحمس ان خلصنا وبي قلق من النتائج يعني اللي بدها تطلع يعني بي تخوف من النتائج. الحمد لله كويس ولكن كان بي صعوبه بالاسئله اللي جتنا وفي اسئله انضربنا بيها وان شاء الله تكون النتائج على قد التوقعات يعني تطلع نتيجه ان شاء الله زينه يعني بعد تعب سنتين ودراسه وسهر ليالي ويعني احنا بمحافظه الرقا يعني قاعد نطلع مو مثل غير المحافظات الباقيه. المحافظة بقى تطلع قبل نص ساعة يعني الامتحان احنا نطلع قبل صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر قاعد نطلع يعني الوقت اللي قاعد نطلع بيه احنا لازم نكون قاعد راجع بيه او نايمين بيه لا نحن قاعد نطلع على الطريق سفر وكانت الاجواء جدا صعبة من مراقبين ومن مناديب فنحن نطلع من الساعة تقريبا 3 او قبل الفجر الطريق جدا متعب نروح نفوت القاعة لا بتركيز لا بشيء مقدم للي علينا فاللي مراقبين ولا المناديب ما قدروا التعب هذا وضغط علينا جدا جدا سيء لدرجة انه لا بتركيز خالص يعني توتر وقلق لآخر مادة متخوف من جدا امور من ضغط الاهل من ضغط الدراسة وصلنا سنتين نتعب وندرس وبالاخير تروح التعب بلحظة فقالوا لنا التكميلي بعد شهر بعد النتائج وعم نستنى النتائج تنشوف شعوري فرحان كثير مشان اخلص امتحان مشان اطفي الجوال واحط راسي وانام لانه انحرمنا من الطلعة انحرمنا من كل شيء بس دراسة من معهد على البيت من معهد على البيت دراسة ومشان ايش بدنا نطفي الجوال بنرتاح عشان نقدر نطلع والله ان شاء الله تكون النتائج زينه ونحقق اللي بالنا الاسئله بها صعبه شوي والمراقبه مشددين حيل حيل بس الحمد لله الدارس ما يصعب عليه شيء.